تعتبر مبادرة اذهب إلى الأخضر التنافسية أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية لخفض معدل عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية، حيث كانت تهدف إلى تعزيز روح التنافس بين المستشفيات في القطاع الحكومي والخاص، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، سعياً للحد من العدوى وخفض المعدل المستهدف وصولاً إلى الصفر. وشملت المنافسة 20 مستشفى من وزارة الصحة، 6 مستشفيات من القطاع الخاص. مرت المستشفيات المشاركة في عدة مراحل خلال المنافسة لتقييم مدى تحقيقهم للمستهدفات المطلوبة على مدار العام الماضي. كان للمنافسة الأثر الكبير على خفض معدل عدوى الدم المرتبطة بالقسطرة الدموية المركزية في المستشفيات المشاركة، حيث انخفض المعدل بنسبة 46% مقارنة بعام 2021. معنا فتية آمنوا بربهم واجتمعوا على حب ذلك الوطن، كان هدفهم في منشآتهم أن يجعلوا المريض نصب أعينهم في مشروع تخفيض العدوى المرتبطة بالقسطرة الوريدية، حيث أنهم استخدموا العلم وسيلة والعمل الجاد منهاج حتى وصلوا إلى مبتغاهم. قمنا بمستشفى الملك فيصل بالطائف بتدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض على أساسيات ومهارات مكافحة العدوى فيما يخص القسطرة الوريدية المركزية، سواء تركيبها أو صيانتها والعناية بها، حيث أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تنمية المهارات القائمة على الكفاءة للكوادر الصحية سواء من أطباء أو تمريض. القسطرة الوريدية أهم الإجراءات التي ساهمت إلى خفض معدلات عدوى القسطرة الوريدية المركزية، توفير المستلزمات الطبية الخاصة بها بكل وقت، دعم قادة المنشأة وإعطائنا كافة الصلاحيات لتطبيق الاستراتيجية هي كانت مفتاح النجاح. قسم مكافحة العدوى كان له الأثر الكبير في تقييد العدوى.